السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يعطيكم العافية شباب. إن شاء الله مكملين اليوم في ديسكشن لمناقشة هيدروليكا، المناقشة الخاصة بالمشروع. طبعا إن شاء الله اليوم راح تكون عندنا المناقشة رقم 3، وطبعا زي ما احنا عارفين بدأنا في المحاضرة الأولى اللي عبارة كانت مقدمة عامة، المحاضرة الثانية كانت تتكلم عن بدأنا يعني في المشروع بشكل مباشر، اتكلمنا عن مراحل تصميم المشروع، كانت عندنا المرحلة الأولى اللي احنا بنحكي فيها مرحلة الدراسات الأولية، وقلنا بتتكون من خطوات. الخطوة الأولى كانت دراسة ديموغرافية ودراسة طبوغرافية، بعدين تحديد كمية الاستهلاك من المياه. وبدأنا في المحاضرة الثانية في حكينا في تحديد كمية الاستهلاك، وقلنا على ايش بتعتمد، وقلنا أنواع الاستهلاك. شرحنا من أنواع الاستهلاك الثلاثة اللي هي عندنا سكاني وغير سكاني وضائع، شرحنا منها الاستهلاك السكاني، طبعا وضحناه بشكل كامل. اليوم إن شاء الله راح نكمل في الاستهلاك غير السكاني والمياه الضائعة. طبعا الاستهلاك السكاني زي ما قلنا شباب إنه بيتغير على مدار اللي هو اليوم، على مدار الشهر، على مدار السنة، ووضحنا كيف آلية حسابه. طبعا زي ما قلنا اذا فاكرين هو قصه برميل المي اللي على السطح وكيف نحسب هذه القيم كلها. ان شاء الله اليوم راح نكمل في الاستهلاك غير السكاني. الاستهلاك غير السكاني شباب طبعا هو كل استهلاك في مناطق غير سكنيه ولا علاقه ولها علاقه ايش ولا علاقه لها بالسكان. طبعا يعني ايش هذه الانواع يا شباب؟ عندنا منها نوعين، استهلاك صناعي وتجاري واستهلاك في اماكن عامه. الصناعي والتجاري شباب يعني في عندنا مصانع، محال تجاريه وشغلات هذه. استهلاك اماكن ثانيه زي ايش؟ مستشفيات، مساجد، مراكز ثقافيه، مطاعم وشغلات ثانيه. اما شباب الاستهلاك الصناعي والتجاري يعني قيمة الاستهلاك وكمية الاستهلاك بتعتمد على طبيعة المصنع او المول التجاري هذا او المحل او الشغلة هذه. كمية ثانية شباب يعني المصانع عندنا، طبعا مثلا لو عندنا مثلا مصنع عصير فبكون عندنا كمية الاستهلاك بتكون في اكبر بكثير من مصنع ابواب خشبية. طبعا قديش قيم هذه الاستهلاك هذه كيف نحسبها او ندرسها؟ طبعا بيقول لك انه في دراسات سابقة بتقول لك انه تتراوح هذه المياه او كمية الاستهلاك من 1 إلى 2 متر مكعب لكل متر مربع من مساحة هذا المول او المصنع. طبعا انا بقول لك في الدول النامية الى الدول المتقدمة، يعني الدول النامية بتكون من 1 متر مكعب لكل متر مربع من مساحة المصنع او المحل التجاري، بينما في الدول المتقدمة بتصل ل 2 متر مكعب لكل متر مربع. طبعا شباب احنا زي ما احنا قلنا مصنع مثلا مصنع في مدينة غزة لانتاج العصائر مساحته 500 متر، قديش بتكون يعني استهلاكه؟ 500 متر مكعب من المياه على اعتبار ان استهلاك 1 متر مكعب او 1 متر مكعب لكل متر مربع. الاستهلاك شباب في الاماكن العامه زي ما قلنا اما ايش عباره عن مستشفيات، مساجد، مراكز ثقافيه، مطاعم، يعني كل شيء غير السكنيه والصناعيه والتجاريه. طبعا عندنا جدول الشباب بوضح عندنا اللي هو استهلاك الفرد على اساس سنوي، يعني عندك قديش اللي هو على اساس سنوي في مكان مختلف من المؤسسات العامه. بقول لك يعني نوع المبنى، كان عندك مصنع، مستشفى، بيوت عاجزه، فندق، قديش مستهلك اليوم للنفر للشخص الواحد فيهم؟ يعني كمثال شباب الفنادق عندك تقريبا 180 لتر لكل شخص في اليوم. السينما والمسارح مثلا 15 لتر لكل شخص في اليوم. هذه الشغلات يعني موجود والموجود عندنا من دراسات سابقة. طبعا شباب اللي بدنا نحكيه الحين قبل نخش على المياه الضائعة، لو انا شباب حسبت الاستهلاك السكاني والاستهلاك غير السكاني، يعني قديش حسبت قديش كمية استهلاك المي من قبل السكان ومن غير السكان اللي هو الصناعي والتجاري والمدارس وهذا، وجيت انا اخذت الكمية هذه من المياه شباب واجيت ازودها او ادخلها على الشبكه وعلى اساس اوزعها على ايش؟ على الاستهلاك السكاني وغير السكاني، او يعني على الناس العاديين وعلى المحلات التجاريه والمدارس والمستشفيات والشغلات هذه. راح الاقي يا شباب انه راح يصير عندي عجز مع اني انا حاسب كل شيء، ليش يا شباب؟ لانه عندنا بشكل عام يا شباب في اي مكان في العالم راح يكون في فاقد في الشبكه، الفاقد في الشبكه هذا بنسميه احنا المياه الضائعه. طبعا له اسباب كثيره من ابرزها يا شباب اللي هي قصه التسريبات في الشبكه، انه شبكه يعني في خط مثلا في تسريب، عند وصله في تسريب، شغله زي هيك. والشغله الثانيه شباب اللي بتكون يعني موجوده بشكل اكبر من سبب التسريب اللي هي قصه شباب ايش؟ وجود سرقات في المياه، يعني بكون فلان وصله خط البلديه عن باب الدار ومش عامل اشتراك، بروح بمد خط من خط البلديه وبسحب على الدار من غير ايش؟ من غير عداد ولا شيء. فكميه الفاقد يا شباب كبيره بتكون، راح تلاحظوا يعني مكتوب عندنا هان بقول لك تقدر كميه الفاقد يا شباب على انها ما بين 20 ل 30% من الكميه الكليه. فانا يعني لو انا بدي احسب حالي اقول مثلا 60 كوب مثلا لمنطقه معينه، 60,000 كوب مثلا لمنطقه معينه، راح الاقي انه 20 30% من هذه ايش؟ بدي اضيفها اساس انه اغطي الفاقد عندي هان. فهيك شباب بكون يعني هذا ايش؟ بشكل عام اللي هو حسبنا كميه الاستهلاك او بينا كيف اليه حساب كميه الاستهلاك من خلال اللي هو المناطق السكانيه، المناطق غير السكانيه ومياه الضائعه. بعد كده شباب نتكلم عنها في المشروع في المرحلة أو الخطوة الرابعة من المرحلة الأولى اللي هي عبارة عن إيش؟ تحديد ورسم منحنيات النسق اللي هي بيسموها شباب الباترنز أو الباترن كيرفز. طبعا شباب احنا عارفين انه قيم الاستهلاك زي ما قلنا في السابق قلنا انها بتتغير على مدار اليوم، على مدار الشهر، على مدار السنة، والنتيجة لهذا الاختلاف يا شباب يعني بده يكون عندنا احنا علاقات بتبين اللي هو قيم الاستهلاك او ما بين الزمن وما بين قيم الاستهلاك.
طبعا شباب هذه العلاقات اللي رسمناها في الاعلى او اللي احنا كانت موجوده عندنا اللي هي الرسمات هذه شباب اللي هي باللون الاخضر هذه بسموها ايش باترن كير، اللي عباره عن الرسمات اللي بتكون علاقه ما بين الزمن على محور اكس سواء كان الزمن باليوم او بالساعه او بالشهر، وعلى محور يكون عندنا الكونسومشن. طبعا حاليا يا شباب راح نغير كلمه كونسومشن هذه ونحط حاجه اسمها باترن فاليو، باترن فاليو بس اللي راح يختلف معنا هنا يكون تايم انترفال، هنا باترن فاليو. راح نجي نشوف كيف اليه اللي هو حساب قيمة الباترن فاليو هذه. فراح نكمل. هو أول حاجة شباب بقول لك من هذه العلاقات اللي رسمناها في الأعلى بدنا نتعرف على حاجة اسمها أو تعرفنا على حاجة اسمها النمط، نمط الاستهلاك بسموه نمط أو باترن أو نسق أحيانا بسموه اللي هو إيش لشكل الاستهلاك اللي عندنا وتغيره مع الزمن. يبقى الرسمات اللي في الأعلى هذه بنسميها نمط أو نسق أو شكل للاستهلاك وتغيره مع الزمن. يعني واحد اللي قدام قلنا إيش النمط، النمط هو عبارة عن إيش مخطط او نقول اللي هي الفيجر او المنحنى بيبين عنا اللي هو نمط او شكل او قيمه الاستهلاك وتغيرها مع الزمن. طيب منحنيات النمط يا شباب هذه الباترن كيرفز اللي هي المنحنيات السابقه هذه زي ما قلنا عباره عن ايش، عباره عن علاقه بيانيه ما بين الزمن سواء بالساعه او باليوم او بالشهر على محور اكس وقيمه النسق الباترن فاليو على محور واي. طبعا قبل كانت عندنا كونسومبشن في الرسمات اللي في الاعلى، الحين راح نصير عندنا ايش على محور واي يكون عندنا باترن فاليو. طيب هنيجي الحين نشوف كيف راح نحسب قيمة الباترن فاليو هذه. طبعا قبل ان نرسم طبعا راح نرسم هذه المنحنيات موجودة عندنا بالاسفل مرسومة، احنا بس حنتعرف عليها. اللهم صل على سيدنا محمد. راح نشوف يا شباب كيف راح نحسب قيمة النسق هذه، قيمة النسق اللي بدنا نحطها على محور واي راح نشوف كيف بدنا نحسبها. طبعا شباب بقول لك بالرجوع لجدول رقم 3 فإن قيمة الاستهلاك على سبيل المثال الفترة من 4 إلى 6 صباحا هي 141 لتر. طبعا شباب الجدول رقم 1 أو رقم 3 و4 و5 اللي هي الجدول اللي قلنا عنها بدك تقيسها كيف من خلال عصايه في برميل المي تبعك وتشوف قديش قيمه الاستهلاك خلال ساعتين خلال بعد تحسب لليوم الكامل خلال ساعتين وخلال اللي هو شهر وخلال السنه. تمام، يعني اللي هي الجداول اللي عرجنا عليها المحاضره الماضيه اللي هي الجداول هذه. اي مثلا جدول رقم 3، هاي جدول رقم 3 زي ما قلنا اللي هو ايش قيم الاستهلاك كل ساعتين، قلنا كيف بنقيسهم من خلال انه احنا بنجيب عصايه في برميل المي وبنشوف قديش قطر البرميل معنا وبنشوف قديش كمية اللي هو الاستهلاك اللي كان عندنا. طبعا الجدول هذا شباب راح يكون عندنا assignment راح نطلب اللي هو ايش الشغلة هذا اللي هو الجدول هذا وبالاضافة لايش راح نضيف عليه عمود هنا اللي هو قيمة الباترن فاليو. راح نجي عليها الان شباب، بس بدكم تتذكروا شباب من هنا قيمة الكيو افريج كيف حسبناها؟ قلنا بنجمع القيم هذه كلها قيم الاستهلاك على عدد الفترات تبعتنا اللي كانت عندنا 12 مثلا بالنسبة لنا في اللي هو الاستهلاك هذا. اللي هو الاستهلاك على مدار اليوم، قلنا كيف يا شباب بنجيب قيمة الكيو افريج؟ مجموع القيم كلها أو قيم الاستهلاك يعني كلها على مدار اللي هو ساعتين في كل يوم في اليوم هذا على ال 12 فترة على 12 يعني. فبيطلع معنا قديش يا شباب كان القيمة عندنا 173 ونص. فالحين احنا ماسكين ال 141 هذه بدنا نحسب قيمة النسق إلها، كيف يا شباب بنحسبها؟ بكل بساطة راح نشوف الحين كيف راح نحسبها تحت، عبارة عن 141 على 173 ونص. بس بيطلع معنا قيمة جديدة هذه بسموها قيمة اللي هي الباترن فاليو للساعتين هدول. بدك تحسب لليوم كامل تحسب كل قيمة كل ساعتين لحالها بتقسم مثلا 82.8 على 173.5 88.2 على 173.5 وهكذا بيطلع معنا قيم الباترن فاليو اللي هو راح نشوفها في الأسفل. طبعا هاي قيمة الاستهلاك على مدار الشهر زي ما قلنا برضه بنفس الطريقة راح نحسب قيمة الباترن فاليو لكل يوم. كيف بنحسبها؟ بنمسك ال 1.2 هذه على الافرج اللي كنا حاسبينها. كيف الافرج كنا حاسبينها؟ اجمع الكونسومشن او الاستهلاك هذا على مدار الشهر كامل على ال 30 يوم بيطلع معنا قيمه الكيو افرج اللي هي طلعت معنا قديش؟ 2.23. فبعد هيك يا شباب بدنا نحسب الباترن فاليو بقول لك لاي يوم كيف بنحسبها؟ مثلا يوم مثلا 18 الشهر كيف بنحسبها؟ 1.6 كان عندنا الاستهلاك، بنقول 1.6 متر مكعب على 2.23 متر مكعب بيطلع معنا قيمه، القيمه هذه بنسميها الباترن فاليو. طيب نكمل، موجود عندنا الكلام هذا كله موجود عندنا بالاسفل. هاي زي ما قلنا قيم النسق، كيف بنحسب قيمه النسق؟ هاي القانون تبعنا الباترن فاليو عند اي فتره، طبعا الفتره سواء كانت ساعتين او يوم او شهر بتكون قيمه الباترن فاليو كيف بنجيبها؟ الكيو ات اني تايم اللي هي قيمه الاستهلاك مثلا خلال الساعتين زي مثلا 141 عندنا هذه، او مثلا خلال شهر كان عندنا مثلا 2 كوب، او مثلا خلال اللي هو ايش خلال يوم اسف 2 كوب، او مثلا خلال شهر كامل مثلا 20 او 25 كوب على الكيو افريج. اذا انت مثلا عندك كيو بتحسب لساعتين بتكون الكيو افريج اللي هو ايش ليوم، بتحسب مثلا لشهر بتكون عندك لايش الكيو افريج ليوم للشهر تبعك. راح نيجي على الكلام هذا كله وهي مبين عنا بالاسفل. هي يا شباب مثلا بقول لك لو اردنا نحسب
قيمة النسخ في الفترة من الساعة 4 للساعة 6. كيف نحسبها يا شباب؟ الكيو افريج بالنسبة لنا لليوم كانت عندنا 173.5 لتر. طيب الكيو في الساعتين هذول خلال اليوم هذا، مثلا اليوم معين نحن نحسب فيه الكيو خلال الساعتين من 4 ل 6 قديش كانت معنا؟ 141 احنا قسناها من برميل المي، لقينا سلك عندنا 141 لتر. طيب ال 141 لتر يا شباب اروح بقسمها على 173.5 بيطلع عندي قديش؟ 0.813. فال 0.813 شباب لو ضربتها ب 100 بصير عندنا كنسبه يعني 81.3%. طب ايش تعني هذه القيمه يا شباب؟ هذه القيمه يا شباب بتبين لك انه احنا عندنا الاستهلاك قريب بنسبه 81.3% من متوسط الاستهلاك. المتوسط اللي هو شو يا شباب؟ اللي هو الكيو افرج هذا 173.5. طيب يعني انها بتقل القيمه تبعتنا، قيمه الاستهلاك في الساعتين هذول بتقل عن المتوسط 18.7% عن المتوسط. يعني بتديك يا شباب هذا قيمه البتر فاليو، بتديك مؤشر عن مدى قرب متوسط، عن مدى قرب القيمه هذه او معدل الاستهلاك تبعك هذا خلال الفتره هذه من المتوسط. تمام، الباترن فاليو بتعطيني مؤشر على قرب او بعد قيمه الاستهلاك عن المتوسط خلال الفتره اللي انا بحسب لها. طبعا هاي جدول، هذا راح يكون عندنا شباب بدنا نطلب منكم اسايمنت 2، حيكون عندنا عباره عن جدول بالشكل التالي. بدنا تايم انترفال، طبعا زي ما احنا عارفين كل ساعتين، الكونسومشن على مدار يوم كامل يعني هيها، الباترن فاليو كيف بنجيبهم زي ما قلنا. طبعا حيكون الكيو افرج انت تحسبها، بتجمع قديش الاستهلاك الكلي عندك على 12 ساعة او على 12 اللي هو عدد الفترات، بتطلع معك الكيو افرج. بعدين بتصير تقسم كل قيمة من هذه القيم من الاستهلاك على ايش؟ على ال 12. اسف، بتقسم كل قيمة من هذه القيم على ايش يا شباب؟ على قيمة الكيو افرج. تمام؟ بنقسم الباترن فاليو، بنقسم كل قيمة من هذه القيم على ايش؟ على قيمة الكيو افرج. بتطلع معك قيمة الباترن فاليو. طبعا في ملاحظات عندنا على الجدول هي مكتوبه بتحت، انه مجموع القيم هذه كلها لو جمعتها لازم يطلع معك قديش؟ بيساوي عدد الفترات، الفترات عندنا قديش؟ 12، يعني لو جمعت القيم هذه كلها تاعت الباترن فاليو راح يطلع معك قديش؟ 12. لو حسبت لها الافرج هذه القيم تاعت الباترن فاليو شباب راح يطلع معك قديش؟ 1. طبعا يا شباب ايضا عندنا اقصى قيمه او اكبر قيمه في الاستهلاك عندنا قديش؟ 259.2. لو رحنا قسمنا هذه القيمه يا شباب على الكيو افرج بيطلع معنا قديش؟ 1.494. هذه هي الماكسيمم، يعني هذا اكبر استهلاك خلال اكبر ساعتين او خلال ساعتين. تمام، هاي الملاحظه دي برضه مكتوب عندنا هان، اقصى قيمه للقيمه النسبيه هي قديش؟ 1.494، بتقابل قيمه الاستهلاك من 10 ل 12 من الفتره تبعتها هذه. يعني طبعا بقول لك هي ذات اهميه كبيره في التصميم، ليش؟ لانها بتعطينا قيمه استهلاك، او بتعطينا اسف قيمه اقصى قيمه استهلاك، بنسميها شباب عباره عن ايش؟ بنسميها بي 1. يبقى بي واحد كيف شباب نحسبها؟ بنشوف اكبر استهلاك عندنا في خلال الساعتين هذول. طبعا شباب بي واحد راح تمر علينا بي واحد وبي اثنين وبي ثلاثة. بي واحد لما اكون انا بحسب لايش؟ لا خلال ساعتين ساعتين ساعتين. البي اثنين بتكون لما بحسب انا ايش؟ ليوم خلال شهر يعني. البي ثلاثة لما اكون انا بحسب ايش؟ على مدار السنة، اللي هي بتكون عندي ايش؟ لشهر معين على السنة كاملة. تمام؟ يبقى طبعا غالبا شباب بي اثنين وبي ثلاثة هم أهم شيء، يعني هم اللي راح نستخدم قيمهم في التصميم إن شاء الله. طيب المهم بي واحد كيف بنحسبها يا شباب؟ بي واحد من خلال نقسم من أكبر قيمة للاستهلاك خلال الساعتين هذول على الكيو افرج، بتطلع معنا قديش؟ 1.494. إيش تعني هذه القيمة يا شباب؟ إنه عندنا قيمة الاستهلاك خلال الساعتين هذول أكبر بنسبة 49.4% من متوسط الاستهلاك. طبعا شباب في عندنا ملاحظة أيضا على اللي هو القيم اللي في الجدول عندنا، ولكن يا شباب إنه قيم الاستهلاك زي ما احنا عارفين تتغير حسب عدد الناس وتقاليدهم من مجتمع إلى آخر، وأيضا تتغير من وقت إلى آخر، لكن القيم في العمود الثالث يا شباب الباترن فاليوز تقريبا بتكون ثابتة لنفس المجتمع. فهذه القيم يا شباب ممكن احنا نلاقيها يعني في مركز الإحصاء الفلسطيني أو في مراكز أو في مراكز الإحصاء يعني الخاصة بالمجتمع تبعنا زي بلديات، سلطة مياه وشغلات ثانية. لانها ايش لما تيجي تصمم تقعد ايش تحسب كل عيله قديش بدها، او قديش كل مثلا كل منطقه قديش بدها سلك، خلاص عندها قيم تقريبيه بيشتغلوا عليها. فهذه ملاحظه لازم نكون برضو عارفينها، انه قيم الباترن فاليو هذه قد تكون موجوده في مراكز الاحصاء الفلسطيني في البلديات في سلطه المياه والشغلات هذه. طبعا شباب احنا هيك حسبنا، او هي بعد ما حسبنا جدول تبعنا او طلعنا جهزنا جدول تبعنا، ممكن نرسم اللي هي الباترن فاليو نمثلها شباب هذه نمثلها على شكل كيرف، بصير عندنا اسمه اورلي باترن كيرفز. طبعا اورلي ليش؟ لانه احنا بنحسب على ايش؟ على مدار يوم واحد بس. فبتكون عندنا محور اكس شباب قلنا بيمثل مين عندنا؟ بيمثل التايم انترفال او الفترات الزمنيه. طبعا عندنا 12 فتره من صفر من 12 ل 12 يعني. وعلى محور واي عندنا مين يا شباب؟ قلنا حيكون عندنا الباترن فاليو. طبعا لما قلنا جدول ثلاثه او فيجر
اللي كانت بعد الجدول ثلاثة كانت عبارة عن ايش؟ هنا عندنا على اليسار على محور واي كانت عندنا اللي هو الكونسامشن الاستهلاك، هنا صار عندنا الباترن فاليو. طيب فهذا بنسميه شباب اور لباترن كيرف. قلنا كيف بنمثله شباب؟ يعني عند قيمة قيمة اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد، الفترة تبعتك الفترة الزمنية عندك موجودة وعندك الباترن فاليو موجودة، بتشوف قديش القيمة ايش بتحددها على اللي هو ايش؟ على الفيجر تبعنا هذا. طيب بعد هيك شباب هذا اللي احنا حسبناه هذا لايش؟ للاورلي باترن فاليو. ممكن نحسب ايضا يا شباب اللي هو ايش؟ اللي هو المونثلي والديلي باترن كيرف بنفس الطريقه. نشوف الاول حاجه اللي هو ايش؟ الديلي كيرف، بما ان الاستهلاك يتغير على مدار الشهر فان قيمه نفسها تتغير ايضا على مدار الشهر. جدول 9 نفس جدول 4 بس ضايفين عليه قيم مين؟ الباترن فاليو. فهي كان عندنا جدول بتمثل عندنا اللي هو ايش؟ اللي هو عدد ايام شهر كامل اللي هو 30 يوم وقيم الاستهلاك كانت موجوده فيه. هنضيف عليه الباترن فاليو. كيف حنجيب الباترن فاليو؟ بنفس الطريقة زي ما قلنا، حتقسم القيمة هذه مثلا 1.2 متر مكعب على الكيو افرج اللي احنا حاسبينها مسبقا قديش؟ 2.23، فبيطلع معنا ايه قيم مين؟ الباترن فاليو. طبعا نفس الشغلة هي القانون تبعنا الكيو البي ايش حتساوي؟ الكيو ات اني داي على الكيو افرج، واللي هو حيساوي عندنا الكيو ات اني داي على 2.23. طبعا شباب اقصى قيمه مهمه جدا عندنا بالنسبه لنا هذه القيمه اللي هي 1.527 في المثال هذا عندنا. طبعا احنا انتم حتكونوا حاسبينها كل واحد ايش؟ حسب الاستهلاك تبع بيتهم او كل مجموعه يعني. طبعا شباب اقصى قيمه عندنا 1.527 بتقابل اقصى استهلاك في اليوم، طبعا هو اليوم رقم ايش؟ رقم 11. طبعا شباب هذه القيمه شباب بتعطينا اقصى قيمه استهلاك على مدار الشهر، بنسميها شباب بي 2 زي ما قلت لكم، بنسميها بي 2. طبعا شباب بي 2 هذه عباره عن كيف جبناها؟ بنقول كيو ماكسيمم خلال اليوم اعلى قيمه استهلاك خلال يوم معين على الكيو افريج خلال ايش؟ الشهر كامل. طبعا الكيو افريج اكبر قيمه لقيناها قديش عندنا؟ 3.4 كوب، 3.4 متر مكعب على 2.23 بتطلع تقريبا 1.52. هذا الباترن فاليو لايش؟ ليوم لدي دي لي باترن فاليو. طبعا ايش تعني هذه القيمه يا شباب؟ تعني بقول لك انه في اليوم الحادي عشر بيكون الاستهلاك اكبر بنسبه 52% من متوسط الاستهلاك خلال الشهر كامل. طبعا نفس الطريقه ممكن نرسم اللي هو الفترات على محور اكس. طبعا الفترات عندنا عباره عن ايش حتكون؟ بالايام اللي هو 30 يوم على محور واحد، وانا الباترن فاليو اللي احنا حسبناه في الجدول هذا. ايضا يا شباب بقول لك الاستهلاك على مدار السنه بنفس الطريقه بتغير. بكون عندنا مثلا الاشهر عندنا 12 شهر، قيم الاستهلاك خلال الشهر كامل طبعا نقدر نجيبها بسهل جدا حساب اللي هو الكونسمبشن خلال الشهر، لانه عندنا الفواتير على مدار السنه بتجينا على البيت من البلديه. فقيم الكونسمبشن بالنسبه للسنه جاهزه وموجوده عندنا. الباترن فاليو كيف راح نحسبها يا شباب؟ طبعا الكيو افرج احنا حاسبينها مجموع هذول القيم 27 30 و37 كلهم مجمعهم على 12 بيطلع معنا الكيو افرج اللي حاسبينها احنا قديش؟ 45 في المثال هذا طبعا. فكيف بدنا نجيب الباترن فاليو؟ بنقول 27 على 45 بيطلع معنا 0.6، بعدين 30 على 45 بيطلع معنا ايش؟ 0.667. كمثال مثلا 54 على 45 بيطلع معنا قديش؟ 1.200، وهكذا. هذه قيم ايش؟ الباترن فاليو الخاصه بالايش؟ بالمنث بالاستهلاك يعني الشهري، بالاستهلاك السنوي اللي بنحسبه على مدار ايش؟ 12 شهر. بنفس الطريقة شباب زي ما نقول كيف القيمة بي رقم 3 حنكون هنا عندنا بي 3 كيف نحسبها يا شباب؟ عبارة عن الكيو ات اني مانث على الكيو افريج لايش؟ مانث لشهريا. طبعا مثلا بدنا ندور على اكبر قيمة عندنا، حتكون عندنا قيمة ايش؟ قديش عندنا قيمة؟ 61 اكبر استهلاك خلال اكبر شهر في السنة 61 كوب. نقول 61 على 45 بيطلع لنا 1.356، هذه قيمة بي 3 اللي هي بتمثل ايش؟ استهلاك اكبر شهر في السنه على الكيو افريج للاشهر بتاعت السنه كامله. هذه القيمه اللي عندنا بتمثل عندنا بي 3. ايش تعني القيمه هذه شباب؟ لما اقول لك الباترن فاليو تساوي 1.35 ماذا تعني؟ بتقول يا شباب انه هذه القيمه تعني انه متوسط الاستهلاك خلال الشهر هذا او قيمه الاستهلاك خلال الشهر هذا اكبر ب 35.6% من متوسط الاستهلاك خلال السنه كامله. طبعا الرسم ممكن نرسمها بنفس الطريقه، تايم انترفال على محور اكس وباترن فاليو على محور واي. في عندنا شويه ملاحظات يا شباب برضه هنا، يعني بقول لك شباب انه قيم بي 1 وبي 2 وبي 3 لكل من الاستهلاك السكاني وانواع الاستهلاك الاخرى تكاد تكون ثابته، بالتالي طبعا احنا راح نوحدها في عمليه التصميم وراح ناخذ القيم هذه. يعني في التصميم احنا بي 2 وبي 3 راح ناخذ القيم هذه 1.48 لبي 2، بي 3 راح ناخذها 1.52، يعني تقريبا هذه هي القيم الحقيقيه والجاهزه راح ناخذها.
ايضا الشباب قيم الاستهلاك على مدار اليوم تتغير كل ساعه وكل ساعتين في المناطق السكانيه والمناطق غير السكانيه، ولذلك يعني احنا تم ايجاد جدول هو قيم تقريبيه طبعا ناتج عن دراسات يعني بتوضح قيم الاستهلاك خلال ايش، خلال اليوم او خلال ساعه كل ساعتين يعني. طبعا ممكن الجدول هذا نجيبه خلال كل ساعه، موجود هذا تقريبا من مركز الاحصاء الفلسطيني او شغله زي هيك. طبعا شباب احنا يعني هيك بنكون شبه خلصنا محاضره اليوم، محاضره سهله تقريبا وبسيطه، بس التكليف تبعها حيكون شوي كبير. طبعا التكليف عندنا شباب زي ما انتم شايفين هيو عندي هان. التكلفة شباب اللي راح يعني نطلب منها او التعيين رقم اثنين، بدنا نطلب يا شباب اللي هو قيم الاستهلاك على مدار الساعه، على مدار اليوم، على مدار الشهر، اللي هي الديلي فاريشن اوف كونسمبشن والاورلي فاريشن اوف كونسمبشن والمونثلي فاريشن اوف كونسمبشن. طبعا شباب زي ما قلنا يعني جزء الحل تبع السايمنت هذا جزء منه حيكون من محاضره رقم اثنين وجزء منه راح يكون من محاضره رقم ثلاثه. بدنا نجيب قيم الاستهلاك تبعتنا كل واحد من بيتهم بده يجيبها على مدار ساعتين او على مدار يوم كامل على مدار الشهر. طبعا الشهر شباب الفواتير موجوده عندنا كلنا في البيت، نقدر نحسب بطريقه سهله وبسيطه. الديلي ايضا شباب يعني بتحسبه مرتين كلها، مره الصبح الساعه 6 ومره الثاني يوم الصبح الساعه 6. طبعا شباب ايضا عندنا هنا في بي 2 وفي رقم 2 ورقم 3 في الديلي وفي المونثلي بدنا نحسب البي 2 والبي 3 بطريقه سهله ومباشره زي ما قلنا، مجموع القيم كلها على الكيو افريج. ونفس الشغله عندنا هنا ايش، مجموع القيم كلها على الكيو افريج. هنا شباب يعني بالنسبه لنا للاور فاريشن يعني بس هي اللي ممكن تكون غلبه شويه عليكم، ممكن تقيسوها يعني انتم بالتناوب يعني في يومين ثلاثة ورا بعض، مش قصة يعني احنا مش حنكون يعني دقيقين جدا في القيم. او يعني شباب ممكن لو حدا مثلا عنده قيم ثانية او عنده قيم نفس هي قيم شباب الموجودة معنا في المشروع تبعنا هذا اللي بنشرحه، يعني قيم قريبة من الواقع، فقيمكم لازم تكون قريبة منها، القيم تبعكم تجيبوها قريبة منها. لو انتم مثلا قستوا في مجموعة من الساعات مش مثلا ال 12 فترة كاملة، لو قستوا كل مثلا ثلاث او اربع فترات وكملتوا الباقيات قيم قريبة جدا من الموجودة عندنا في الجدول تمشي الامور ان شاء الله. طبعا شباب التسليم ممكن يكون وورد او اكسل، وايضا شباب التسليم يعني على المودل بكفي طالب واحد من كل جروب هو اللي يسلم المشروع، يعني مش شرط الاثنين يبعثوا المشروع، واحد منهم بس مثلا هو اللي بده يتكفل يبعث الاساينمنت بكفي ان شاء الله. بس ان شاء الله هيك بكون خلصنا محاضرتنا، والى اللقاء ان شاء الله في محاضرات اخرى باذن الله.